ازيك يا صالح؟ اللي قدامي ده حامي اطلب لك بغير فلفل؟ شبعانة. متأكدة؟ لو عوزت هطلب. يا ترى جاية تقولي ايه؟ هتسمعي الكلام ولا لسه جاية تطلبني؟ أنا ولا جاية تصالح ولا جاية تخانق، أنا جاية لك في حاجة أهم. ايه الأهم؟ وصلت لإيه في موضوع المركب؟ لسه قريب إن شاء الله. قريب إمتى يعني؟ معرفش. وآخرتها إيه معرفش دي؟ معرفش، بس مفيش حاجة تتعمل ما عملتهاش. طب هتعمل إيه لو معرفتش تجيب المركب دي خالص؟ إن شاء الله أوصل لها وأجيبها. أمي عرفت إن المركب راحت. عرفت إن إحنا أجلنا أوضة النوم، سنقتني في الكلام وأنا حكيت لها كل حاجة.